السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا الموضوع ديال هذا الشيء ديال الحسن العمومي. غير كما قلنا في الفيديو السابق بالنسبة لهاد المحسنين هادو، راه جو بونس بأن كاين عدد كافي من المساجد في المغرب، 55,000 مسجد. عرفناكم بغيتو ديروا الخير من الجانب الإسلامي، نتفق معاكم، ولكن فكروا واحد شوية في الناس المساكن المشرة ديال راه كتشوفوهم يوميا في الشوارع، راه كدورو عندكم الطوموبيلات وعندكم لي كات كات وعندكم الناس راه كدورو كيبانو فيكم، ولا كاع ما كدوروش راه كاين اليوتيوب. شي واحد فيكم يفكر هنا في مدينة تكادير يدير شي ملجأ المساكن ديال الأيتام والناس اللي كيناتو في الزنقة، الطاقة استيعابية ديال 400-500 بيرسون، ديرو ليهم فيه شي بلاصة فين يعسو، بلاصة فين ياكلو ويشربو، بلاصة فين يلعبو السبور، بلاصة فين يحيد منهم داك الإدمان، بلاصة فين يتعلمو شي حاجة. أعتقد أن هادشي هاد المسائل هادو مكتفكروش فيهم بزاف. ها الخدمة ديالك أليك، ها ما عاطي بلاطاك، ها الحفير نايض، ها الخدمة نايضة. غادي نمشي نصور التيران، ما غاديش نمشي نصور التيران، كون جيت صورت ليكم هنا نقدر نمشي غدا. المهم يعني هاليك تاني راه رجعت بقوة لهاد لابارتي هادي، دابا داير الخدمة ديال المجازين جو بونس. تحية للشاف اللي صار على داك العمل، راه داك النهار مشيت تلاقيت معاه عطاني دي زانفورماسيون واعرين على هادشي. قلت ليك هذا المساج هذا بغينا يوصل لهاد الناس هادو. كاين غير شي محسن، راه كاين محسنين في اكادير، كاين الناس هنا اللي عندهم فلوس في اكادير. شي واحد فيكم يسخب شي مليار ويدير هنا هاد البروجي هادو؟
زي لا مان. هنا الخوت ها التدخل ديال البلديه ما عندك ما تسالو، راه داروا هنا هذاك اش كيقول لي باساج بيطون البلاكا ديال 30 على ود هاد المؤسسه التعليميه هادي اللي بالكارات. الخوت وماروك إلي فاسيل دو بيسي لا دو فير دو لارجون، فو جوست بيسي لا تيت اي بيسي لا مان. و جو نو في با بيسي لا تيت اي جو نو با بيسي لا مان. كل انسان عنده دي برانسيب في الحياة. بحال هذاك السعدي ولا سميتو هذاك اللي كان انستيتيتور ولا دابا وزير ديال الصناعة التقليدية، شحال من واحد في هذه الحكومة هذي كاين واحد عنده غير الباك جو بونس وشي ديبلوم راه من هو راه 44 ولا وزير النقل واللوجيستيك هل اللي هو ناقش شحال من واحد. ولكن هذه الحكومة ما كنلومهاش علاش، لأن ما بني على وظيفة كاينين صراحة وزراء اليوم كومبيتون. Thank you.